الهدف الوحيد للمباراة وقعه اللاعب عبد الكريم بن هانية، وذلك في الدقيقة 46 من زمن المواجهة. أشير أن الفريقين التطواني والرباطي سيغادران المغرب لخوض منافسات إياب الدور التمهيدي من دور أبطال إفريقيا. مؤهلات عنده بوتنسيال هيومان كبير، خلق لنا مشاكل وكان بإمكانه ياخذ ثلاثة نقاط بالأخص في الشوط الأول اللي خلق لنا متاعب وكان بإمكانه يسجل. جات ديك الإصابة مفاجئة في الحقيقة اللي سجلنا، وإصابة رغم أنها هي جميلة فخلقت لنا مشاكل لأنها جات مبكرة، فعرضتنا للخصم اللي هو كان شرس وعنده لاعبين كما قلتوا مستوى عالي وكان بإمكانهم يسجلوا في أي لحظة، وحنا فرحانين بهذا الانتصار لأن حافز، لأن هذا هو الانتصار الثالث على التوالي. نتمنوا نمشيوا في لا 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 يعني في المسار اللي مشينا فيه السنة الفارطة، ونتمنى على أننا نزيدوا نربحوا مقابلات أخرى باش يمكن لينا نكونوا في أن جروب دو تيت باش نبقاو دائما المغرب التطواني اللي كسب العطف ديال الجمهور المغربي ولا الجمهور التطواني بالأخص، وفي نفس الوقت نوليو معدودين من الفروق الكبيره واللي يحسب لها الف حساب. تعلمنا مع فريق منظم وفريق اللي تيلعب الكره حديثه، مدرب شاب وخلق لنا متاعب وخلق لنا خلق فرص. كنهني هذا الجمهور هذا وكنهني اللاعبين الشباب اللي قاموا بمباراه في المستوى اللي كتخلينا نصيروا باقي البطوله بارتياح ونشتغلوا بارتياح، وما عليا الا نشكر اللاعبين وهذا الجمهور هذا اللي بطبيعه الحال كيساندنا في كل مباراه.